بفوز النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا اول بدايه للدوري العام القمه 120 كانت اول مباراه بتاريخ 10 ديسمبر 1948 انتهت بالتعادل 2-2، لكن كانت اول مباراه رسميه كانت في كاس السلطان حسين في 17/3/1924 وانتهت ايضا بالتعادل 1-1. لكن انا هنا عايز اقف عند مباراه مهمه جدا، مباراه 14/5/1937 في دور الثمانيه كاس مصر والفوز بخماسيه نظيفه. المباراه دي شهدت تالق النجم عبد الكريم صقر بهاتريك، وده اصغر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ القمه. عبد الكريم صقر ما لعب مع النادي الاهلي 4 مواسم، سجل في مباراه القمه 10 اهداف، لكن سنه 39 عبد الكريم صقر بيقرر ان هو يوقع للترسانه. تحصل مشكله كبيره، يتوقف عبد الكريم صقر، وبعد كده يقرر ينتقل مع عمه ممدوح صقر لنادي المختلط اللي هو نادي الزمالك حاليا. صفقه كبيره جدا هزت الوسط الرياضي وقتها، لكنها ابدا ما هزتش النادي الاهلي. كمل النادي الاهلي ووصلنا دلوقتي ان النادي الاهلي هو النادي الاعلى تتويجا في العالم في البطولات، وبينه وبين المنافس المحلي ليه تقريبا ضعف عدد البطولات. ده معناه ايه؟ معناه النادي الاهلي لا تاريخيا وقف على لاعب، ولا النهارده هيقف على لاعب، ولا بكره هيقف على لاعب. قطار النادي الاهلي دايما مكمل في سكته نحو المبادئ ونحو تحقيق البطولات. في محطات هتقابلنا هينزل منها اللي مش شبه النادي الاهلي، وهيركب منها اللي مؤمن بفكره النادي الاهلي، ويا بخت اللي هيكمل مع النادي الاهلي للنهايه. اهلا بك يا فارس.